ازيكم عاملين ايه؟ معاكم عمر عبد الرؤوف، فيديو جديد. فيديو النهارده ابي يوسف ترمومتر. طبعا انا امبارح كنت نزلت فيديو اللي هو تاتا. اوكي، طبعا انا كنت يعني بعمل الفيديو على اساس ان هو مش ديستراك، انا عارف. اوكي، بس طبعا انا في وسط الكلام سمعت مفرش وسمعت كلام كده، فطبعا انا عشان كده حسبتها ان هي تعتبر زي نظام ديس، والناس طبعا كاتبه ان هو نكش مش ديس. اوكي، ان هو اغنية عادي وكان بينكش فيها مروان موسى عشان ينزل الدس التاني. طبعا ده انا فهمته من ادهم عاطف، هو اللي كان مديني اصلا الفيديو تاتا اللي هي بتاعت ابي يوسف. طبعا هو بيحب على فكرة كله برضو نفس الكلام، يعني في كلامه وهو بيكلمني باين ان هو ما عندوش مشكلة، يعني هو مش فان لابي يوسف. اوكي، عشان الناس بس ما تفتكرش ان انا بتعامل مع فانز بتوع ابي يوسف وبتاع. اوكي، انا هنا هو ما فيش اللي هو انا مع ده، لا، احنا هنا هو كلنا بنحب الكل. اوكي، ما عندناش اي مشكلة وبنسمع الكل، ما فيش اي مشكلة. اوكي، فهو بس كان بيشرح لي الموضوع ماشي ازاي، عشان انا برضو اتكلمت في الفيديو قلت ادهم ده ديس، ده مش اغنية عادية وبتاع، لان فعلا كان اغلب الكلام على حسب الكلام اللي انا فهمته ان كلمة مفرش ان هي على عفروتو. طبعا الجوكر كان قايل برضو اراجوز، حاجة زي كده تقريبا، او كان تقريبا بيتكلم على الاغنية ترمومتر، حاجة زي كده، مش عارف، لان هو كان يعني بيحاول يشرح لي. طبعا انا بشكر الناس كلها اللي بتحاول تشرح لي الدنيا ماشية ازاي. طبعا ما يعرفنيش، انا لسه بسمع عربي جديد، يعني كأنك بتسمع انجليش لاول مرة. اوكي، فانا برضو نفس النظام اللي هو بقى مش فاهم اي حاجة، اللي هو ايه اللي بيحصل، فاهم؟ فبعمل رياكت على الاغاني لاول مرة بسمعها، ما اعرفش ايه اللي هيتقال، ما اعرفش ايه اللي هقوله اصلا، مش محضر اي حاجة، وانا هنا مش بحلل، انا بعمل رياكت اللي هو عادي واحد بيسمع اغاني. انا يعني مش اللي هو بفهم في الراب ودماغي اوه انا هبقى رابر مثلا قريب وبتاع، مفيش الكلام ده. اوكي، مجرد بعمل رياكت واحد بيسمع راب لاول مرة عربي، مش لاول مرة، كنت بسمع راب بس بقالي فترة ما بسمعش عربي خالص. بس كده، خلينا نبدأ الفيديو. أبو قال لك في ناحية بنتلي، بس نقول لك لكن فينها راكب تسلا، بس نفسك تبقى تسلا براكب غيرها. انت اللي سخنت جامد، انا اصلا ما سخنتش لسه، معلي شبهك لازم تسلا، كم احنا فنزامل تنسى، بالذات انك بتشوف بين الناس الصداقة سند، فبتشوفنا اخوات في ظهر بعض تترازوا وما تفهمش، اطلعك زي البند، انزلك زي الهند على الاي جي، فعلا جو حرب جاي في شن، ومن ساعتها ماليش هت غت جيل زي الهند على الاي جي، فعلا جو حرب جاي في شن، ومن ساعتها ماليش هت غت جيل الصبح قبل الشغل. اوكي، بداية كده ده كده ديستراك بتاع ابي يوسف باللي انا سمعت عن ابي يوسف. اوكي، لكن المرات اللي فاتت دي كان واخد الموضوع مش جد خالص، كان اللي هو بيتسلى. اوكي، لان البيت برضو مختلف تماما، اللي هو مروان موسى عمل حاجة بستايل مختلف تماما، قالك طيب انت يعني انت كده، طيب اوكي انا هنزل انا كمان، فاللي هو اوكي خلينا نكمل. اصلا تروح عليهم غرام مملكه، ومعلش انا هتهت، انزل شوفها على البلبورد، زود 6 ميجا ترون، زود داليا والميدلي وكفايه عشان بس يصد. انت ما جيتش من ساعه ما خدت نص اديتها نص، ما جيتش ترش ولا تبخ شله توب شايلك بكروب، قعدت خلصت من زمان يا مرمر سيب الشيراتون، ده كان مرمر سيب الشيراتون السنه اللي فاتت اصلا. طيب ثانيه بص، طبعا انا بحوار شيراتون عشان برضو عشان الناس تبقى عارفه، انا سمعت جزء كان برضو من ضمن الناس اللي بعتت لي جزء، ان طبعا في الفيديو اللي انا شفته على في انستغرام، كان فيديو ان ابو الانوار اتكلم عن يعني داس ابو يوسف عن طريق الاغاني، العناوين بتاعت الاغاني بتاعت مروان موسى، فهنا هو جاب سيرة شيراتون. فعلى ما اعتقد على ما اعتقد على ما اعتقد ان ممكن كانوا بيكتبوا مع بعض، يعني هو ابو يوسف وابو الانوار بيكتبوا مع بعض، فطبعا خلصوا مثلا الاغنيه بتاعت ابو الانوار، وعقبال ما يخلص مثلا او كانوا اللي هو يعني يساعدوا بعض، ممكن مش عارف. بس عامه احنا برضه هنسمع ابو الانوار النهارده، فمعليه خلينا نكمل. ده لو عرفت يعني، ده لو ما فيش بلوك، مش كوبي رايت. اوكي، هو مشكله عندي بلوك مش كوبي رايت خالص، معليه خلينا نكمل.
ممكن تسلا، بس ده كان تقريبا هو المخرج. قبليها الاوديو كان ارقامه حنينه وكان مؤسف. بتشتري فيوز ومعايا الوصولات يا منتج للبوب على البيت، انت فنيا على المفلس سنتين. فيوز ومعايا الوصولات يا منتج للبوب على البيت، انت فنيا على المفلس سنتين. في نفس الاوتيل نفس الكيك والسنير، نفس محاوله صوتك انه يغش، لا كرنج ولين. بتمنشن ابي ما تمنشن ام وين ودريك، بنمنشن مور ما نمنشن. اوكي هنا هو بيتكلم على صوته سنتين. في نفس الاوتيل نفس الكيك والسنير، نفس محاوله صوتك انه يغش، لا كرنج ولين. بتمنشن ابي ما تمنشن ام وين ودريك، بنمنشن مور ما نمنشن. الحراميه الفيك مفيش فلتر، انت ماجنتا انت بتفتكس. ما نصحتنيش بحاجه، انت حاولت تخليني انتكس. دايما بتكذب في الليركس تتباكس، تكذب البيكس. كلب بيشحت بيف مستني ينزل النكس. اساليبك خايبه وسهله فرخه بس مش نايبك فكس. كلب بيشحت بيف مستني ينزل النكس. عشان بيقول له لما تنزل مع الجوكر اوكي، لما ترد عليها بنزل معاك راوند 2 اوكي. نايبك خايبه وسهله فرخه بس مش نايبك فخده، متجنن على طول من الاب. الموضوع ده دايما شغلك، بتقول بتعشق البهدله معايا جايه وفاهمك. شايفنا ابهات عشان لو ربناك تستمتع تصدق. يا هقول بعد كده يا بدلها بالون دور بعد هقول يا، عشان هو قالها بلاش قال له ها، فدلوقتي قال له هقول يا مش عشان لو ربناك تستمتع تصدق. يا هقول بعد كده يا بدلها بالون دور بعد البيف بتاعنا. لا ما سمعش، سرقت فلو من رابر تاني، رابر تاني ما سمعش. محدش بيكويل هدوم وساعدني ما دمعش. قبض البيت جد ده كلب، وكل اللي فات كان هبل. فيلم اسمه فراخ، وده كان في طفل اسمه يونس. راح هناك اتركن، حتى لو معاك في السكن يفضل على الدكه للابد. يديك الفكره يتكل. احكي للرابر الشاعر اللي بتتحامى في ميولك، عامل تراك عن الشاعر الجوكر اوكي. يديك الفكره يتكل. احكي للرابر الشاعر اللي بتتحامى في ميولك، عامل تراك عن هرمونيه المزيكا يغنيهولك. محطش غير مقامه تحت رجلي تحط فوله، بس انتوا الحب في صوره انت وهو يحط كليباتك. فعلا قالت ان المخرج جامد، وانك للاسف ما كانش معاك تراكات غير تسلا تناسب. قرر نفسك تاني وتالت تعمل مغربي مش فاهم. انا شبه كريم بنزيما انت شبه هنا زاهد. انا تعمل مغربي مش فاهم. انا شبه كريم بنزيما انت شبه هنا زاهد. انا وباء لغو المد. طب ايه ذنب هنا زاهد؟ انا هنا زاهد من ضمن الناس اللي بحبها على فكره. طب ايه ذنبها ايه؟ انا شبه كريم بنزيما انت شبه هنا زاهد. انا وباء لغو المدارس. انا سيد الكل وانت بس سيد ابو المفارش. عندك حساسيه من الناس المتنيه فادوك مساحتك. جاتلك وانت صغير اول مره سبت لوحدك. ها كلماتك تافهه وفوفي. بس قال ها نفسك تيجي وياخدك لف. هو اللي معاه ده ابو الانوار صح؟ ها كلماتك تافهه وفوفي. نفسك تيجي وياخدك لفه بوبي. سواد جواك يخلي لون الفاكهه رمادي. عارفين ايطاليا ليه؟ عشان النكهه ايطالي. اوكي واد جواك يخلي لون الفاكهه رمادي. عارفين ايطاليا ليه؟ عشان النكهه ايطالي. وطي صوتك وانت بتتعرض. انا عجبني حوار اللي هو اللي هي لو بتتفرجوا على التيك توكس اللي هي بيبقى الصوره بعد كده. مش انا ممكن لو لقيت فيديو ممكن احطه لكم اللي انا بتكلم عليه، اللي هو حاجه من ضمن الميمز اللي بتتعمل. هو مستعملها انا. عارفين ايطاليا ليه؟ عشان النكهه ايطالي. وطي صوتك وانت بتتعرض لي زي زمان لما كنت عايش بتعرض لي. حفلاتي اتلغت لظروف خارجه عن ارادتي، مش زي اللي بتلغيك وهي خارجه على البارتي. مرمر انت كل حد بقى شايفك عاله، قلتي نهايه العالم وما جاتش نهايه العالم. قلت لك اجمد كليب ليك واشتغلتك كويس عشان عارف ان لا لا نهايه العالم ككليب فعلا حلو. ككليب بصراحه ككليب فعلا حلو. انا كان عاجبني الكليب التصوير بتاع. وعم اعتقد ان مروان موسى لو عمل فيلم اكشن هيبقى حلو فيه، واكيد كلنا هنتفرج عليه اكيد اكيد. اوكي بس ده كان رايك ابي يوسف، ده كان رايك، ده كان رايك بس انت بتقول كده عشان ده ديستريك. اوكي اكيد اكيد صح. حتى لو انت بتكره مروان موسى بس برضو المفروض تديله كريديت اللي هو اوكي عمل حاجة حلوة. زي مثلا انا محبش محمد رمضان اوكي عشان افلامه شغل البلطجة وبتاع، بس في نفس الوقت ما اقدرش اكره الرزق اللي عنده او اللي هو ان هو يفرح مثلا ان هو بقى معاه لامبورجيني او فراري او ايا كان العربيات اللي معاه. ما اقدرش يعني اكره له الخير اللي هو بقى فيه لان هو اشتغل يعني تعب. لاني برضو اتفرجت له على كذا استضافة بيتكلم ان هو تعب ازاي عشان يوصل للحاجات اللي هو بقت معاه دلوقتي.
فمن هنا ما اقدرش اتكلم ان هو بصوا ده بقى مش عارف ده محدث نعمة ومش محدث نعمة، لان كلنا لو بقى معانا العربيات اللي معاه طبيعي نتصور جنبها. اوكي انا اقول واحد هتصور جنبها، اوكي انا واحد عشان بحب برضو غير كده العربيات، فانا فاهم ان يبقى معاك مثلا لامبورجيني او فيراري احساس عامل ازاي، انا فاهم ده. فطبيعي لما اجي اوكي ما بحبش شغله، بس في نفس الوقت هقول ما شاء الله على الحاجة بتاعته، اوكي يعني هبارك له فيها، اللي هو اوكي ان انا اكره يعني اكره شغله حاجة، وان انا اكره له الخير حاجة تانية، هو ده اللي اقصده. فمن هنا الناس اللي بتكره مروان موسى ما تكرهش الحاجة اللي هو عملها، لو عمل حاجة صح او حاجة حلوة كتصوير سيبكم من الاغنية نفسها، اوكي انا كاغنية مش قد كده، ما كانتش عجباني، بس كتصوير هي حلوة يعني، كحلوة دي يعني انت لو تخيلك ايه في فيلم اللي هي اغنية اخر العالم، هتحس ان التصوير بتاعها حلو، فاهم؟ في تحس ان في قصة، اللي هو لو كانت في فيلم يعني، مثلا لو ده كان جزء من فيلم كنت هتبقى مستمتع جدا، فاهم؟ ومروان موسى مثلا ده ممثل تاني يعني مش مروان موسى اقصد يعني ان هو كان ممثل، هو ده اللي اقصده. اوكي بس كده مش لاقي كلام، مش عارف اشرحها ازاي اكتر من كده، بس اللي هو اقصده اللي هو ايه، لو انت بتكره مروان موسى بس لازم تذكر ان الحاجة ان هو عمل فعلا التصوير ده كان حلو، هو ده اللي اقصده. بس هو يعني هو ابي يوسف بيتكلم على اساس ده ديستراك، فان هو لازم يذكر ان هو مش عاجبه شغله كله، فاهم؟ وهي خارجة على البورتي مرمر. بس لما بيكون ما فيش ما بينهم خلاف ولا اي حاجة اكيد ده كلامهم، اللي هو شغلك حلو، انت عملت تصوير فيديو كليب جامد فشخ مش عارف ايه وبتاع، اكيد. وده على ما اعتقد ده رأي ابي يوسف اصلا الحقيقي، بس طبعا عشان في السد فدلوقتي لازم يغير الكلام ده، ومش عيب ان هو يغير الكلام ده لان انت في مشكلة، فاهم؟ فطبيعي يبقى عندك نسبة كره، على الرغم ان انا لحد دلوقتي انا متأكد انهم متفقين مع بعض اصلا، بس ماشي عشان ممكن تتحول حقيقة، ممكن يكونوا متفقين وتحولت حقيقة، ممكن البيف في بينهم مش عارف، ممكن الله اعلم يعني. اللي انا شايفه ده وابو الانوار الجزء اللي انا سمعته ده اللي هو لا كده الموضوع اتقلب بجد. انت كل حد بقى شايفك عالة، قلت نهاية العالم وما جاتش نهاية العالم، قلت لك اجمد كليب ليك واشتغلتك كويس عشان عارف ان دس عليا فبشمت عشان خايش، حرام زي الزوسو انت كدب الكوسس، عارف ان دس عليا فبشمت عشان خايش، ايه ده، هو اخر العالم كان دس على ابي يوسف؟ حرام زي الزوسو انت كدب الكوسه، سكور فيس ده اللي حنين وبيحضن الصوصه دي حوسه، الفلو اوشن بعمل له بروموشن نفرح بيك، بس شبه خالد شبل في الكوشه اللي هو بهاء، فاكره من التجربه الدنماركيه انا بهبدك بالبرقيه فعل على في التجربة الدنماركية اللي هو لما كان اللي هو ناكل في الكوشه اللي هو بهاء، فاكره من التجربة الدنماركية أنا بهبدك بالبرقية فعل على الملأ ومرئية زور شلق والقطعية دم الدلق على الأرضية، أرجعه تاني في كيسي أنا وديك معاه مربية، وبقول لك أودي دي دي مش بتكونكت عشان مفيش في جريل، ما بتساعدش حد إلا لو ليك في ديل، مركوب على البيت أنت عويل ويل بيل، على آخر الزمن الأرجوز بيتوسط عند العجلة، خلي أبي يرد عليا بموت محتاجك أنا، لقيش تقول له يترجوني هو عصت عند العجلة، خلي أبي يرد عليا بموت محتاجك انا، لا قشطه قول له يترجاني هو على ركبه بيبكي، دي له رجلي تنزل انت جنبه توطي دي في السيفتي، مالكوش اصول انتوا الاثنين، ما هو حاولت افوتكوا الدس مصلحوش تكون ورق ولا حتى تبقى قدر، عيل خسيس بطبع كلبه عشان كده اديت له الرجل سخنت جامد، الف سلامه اتركب لك ترمومتر، بس امسك امسك كويس، امسك نفسك امسك نفسك، معلش معلش سلامتك سلامتك. في طفل في طفل وتاتا يا جماعة، اوكي انا ماشي ان هي ما كانتش ديس، على الرغم من ان انا كنت كان اغلب اغنية تاتا كان اغلب كلام داخل برضو، اي نعم كان واخدها بطريقة استهزاء شوية، بس اللي هو طبعا ادهم فهمني ان هو كان مجرد بينكش ابي يوسف مروان موسى قصدي عشان يخليه ان هو ينزل ديس. طبعا احنا برضو اللي شرحولي ادهم ان احنا لحد دلوقتي المفروض ان احنا مستنيين مروان موسى ينزل ديس، اوكي. فطبعا انا برضو اتفرجت دلوقتي على لايف بتاع فروتو، لو عايزيني برضو اعمل عليه رياكت ولا حاجه، بس انا اتفرجت عليه كده كده. هو كان بيتكلم ان فروتو ان هو مش هيرد على ابي يوسف، كان رد يعني على ابي يوسف ان هو مش هيرد عليه، وانا البول انا ممكن انزل فيه هيبقى احسن لي ان انا
اضيع فيه وقت بمعنى صح، احسن ما اقعد اضيع وقت في ان انا ادسك ومفروض تبص لنفسك ومفروض ان انت تشتغل على نفسك وبتاع. ده كلام عفروتو طبعا. فطبعا دلوقتي يبقى كده البيف هيبقى ما بين ابو الانوار وابي يوسف كالجوكر المفروض، وعم اعتقد لحد دلوقتي الجوكر ما اتدخلش خالص لحد دلوقتي، ومروان موسى. كل اللي بيحصل دلوقتي ان مروان موسى لوحده ده اللي انا شايفه. اوكي، ف تقريبا باين، بس يلا يعني مش عايز اقول كلام يبقى غلط ولا حاجه، معلش خلينا نكمل. ألف سلامة، معلش أنا عارف إنها صعبة. كان هسيبك وأرجع ونعرف الحرارة يعني. تمام، متقلقش، هناخد بالنا منك يعني. أوكي. بالنسبة كادس، أوكي هو ده أنا حسيته. دلوقتي ابي يوسف مش بيهزر، دلوقتي ابي يوسف اخذ الموضوع شويه جد عن المرات اللي فاتت. اوكي ده كان راكت. طبعا قبل ما اخلص الفيديو ده، طبعا انا بشكر يحيى، لان طبعا انا دايما ببقى لسه صاحي اول ما بصور الفيديو. اوكي يعني ده انا لسه يعتبر صاحي من بقاليش تقريبا نص ساعه حاجه زي كده او ساعه حاجه زي كده. فطبعا صحانا اتخضيت، قال لي ان في حد سرق صورتي. اوكي طبعا دخلت على اللينك اللي هو مدوني. طبعا الناس دي بفتح اللينك بتاعها مش قلقان يعني، لان مش هيهكروني ولا اي حاجه، لان الناس دي معايا من الاول اصلا. فيحيى بروديوسر عنده 16 سنه، طبعا هسمع لكم جزء دلوقتي من شغله او من الاغنيه اللي هو عاملها وحاطط فيها الصوره اللي هو بيقول ان حد سرقها، بس هو اللي عاملها. اوكي اوكي انا اتمنى الناس تروح تسبورت يحيى، وبرضو معاذ اللي هو في باك جراوند ده تكونوا سامعينها دلوقتي، باك جراوند ده معاذ برضو عاملها. دول بروديوسر موجودين هنا هو في القناه، وطبعا استعملت شغلهم. اوكي طبعا بستأذنهم الاول، طبعا اوكي بس عايزهم بقول لهم ممكن استعمل حاجه من شغلكم استعمله عندي في الفيديو. طبعا بيقولوا لي اه لا كده، لو قالوا لي لا برضه دي براحتهم، ده حاجتهم. اوكي ما اقدرش اتدخل فيها حتى لو هي ما فيهاش ترخيص. اوكي فيعني لو حد حابب ان هو يستعمل شغلهم استاذنهم الاول، وعلى الاقل ما فيها برضه تدي لهم كريدت. طبعا نحط اللينكات بتاعتهم تحت، طبعا اللينك بتاع معاذ دايما موجود، هتلاقوا باك جراوند بيت، هتلاقوا ده بتاعت معاذ، وهتلاقوا البيت التاني اللي هو فيها الصورة اللي هو بيقول ان هو سرق صورتي. اوكي اسمها جانج، هتلاقوني كاتب جانج او يحيى جانج، ممكن ابقى كاتبها كده على حسب. هتلاقوها تالت لينك، لان اول لينك هيكون الفيديو، تاني لينك البيت باك جراوند بتاعت معاذ، وتالت لينك هيكون بتاع يحيى. واتمنى ان يحيى ومعاذ يعملوا شغل مع بعض. اوكي انا نفسي اعرف دماغكم انتوا الاثنين لو اشتغلت مع بعض تبقوا عاملين ازاي. ما علينا، بس هيبقى فاجر، انا اعتقد هيبقى فاجر. اوكي لان شغلكم مقارب سيكا يعني. يحيى سمعت له قبل كده بيت، حسيت انه في شغل من مروان موسى، شغل اللي انا بحبه بصراحه اللي هو الشرقي على غربي. فيحيى 16 سنه. اوكي ف لو واو اوكي انا بحب اسمع لهم بصراحه يعني، بدات بروح كده اشوف هم عندهم شغل ايه، ممكن اغير احط بيه باك جراوند تاني، فاروح اقول لهم ممكن احط مثلا الاغنيه دي، احط مش عارف ايه كده يعني. ما علينا، ده كان رياكت. يا رب يكون رياكت عجبكم، ويا رب تكون الاغاني عجبتكم، البيتس لو انتوا هتروحوا تسمعوها يا رب تعجبكم. ده كان رياكت، يا رب يكون رياكت عجبكم. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، واقول لكم يلا تشوس.